يا الله يا كريم يا رب، يعني اللهم ارفعنا بما فيه الخير يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه وصحبه ومن تبعه ليوم الدين. كاين ثلاثة نقاط يا رب العالمين، ربي يوفقني فيهم يا ربي، ولا اختخت ري من عندي يا خويا، ربي يوفقني إن شاء الله. ربي ان شاء الله يخرج معايا واحد ولا زوج بركة باش نشوفو الصون، نشوفو من هنا، نستناو شوية بركة خاوتي، سامحونا بركة على الانتظار. العبد وعد والله ما عادش عندو الباسيونس خلاص، ما عادش عندو الصبر، وما عادش عندو لا غالب يا خويا. قضية واعرة كرهتنا وزادو كرهونا العباد يا اخوتي، العباد اللي كرهونا بني جلدتنا ما يقولوا. استناو شوية برك اخوتي كش ما يطلع معنا واحد من منظمة ولا منضلين ولا مستبقين ولا واش كان. كاين ثلاثة نقاط ولا أربعة يا اخوتي نوضحهم بركة، وممطون نفهموا رواحنا ونفهموا، مش نتكلموا باه نتكلموا، لما دابينا نتكلموا في الأمور المفيدة. دروك مبقاش يا حكايات وتحسيس، ما بقى تحسيس لا والو. دروك اللي عنده نقطة مهمة يتكلمها، اللي ما عندوش يسكت وفضت اخوتي. هذا يا خويا صبري صبري يحي صبري يحي، نعرف ميلود ما نعرف ولد عمك ولا لا، مرحبا بك من فامي يحي. يحي تسمى تكون من مراد، انت مراد يحي، انا شيخ نعرف مراد يحي، يعني انسان طيب، حتى مراد انسان طيب يا خويا، نعرف حتى باباه بالقاسم دونج، امي بالقاسم نسيب ابراهيم بي. مرحبا بيه خويا صبري، المهم النقطة الأولى يا خوتي نبداوها نورمال. النقطة الأولى هي مدى بينا يا خوتي ما بقاش وقت، أنا كاقتراح واني يعني كيما نقولوا حنا راني مستبقي، مستبقي تهمني القضية، ما يهمني حتى شي في هذه القضية، يهمني تسوية. أنا كاقتراح باش الإنسان يكون واضح، ماذا بينا يا خوتي في أسرع وقت، في أسرع وقت لازمنا اجتماع وطني، اجتماع وطني يا خوتي. والاجتماع الوطني هذا مدى بينا يا خوتي يكون من التنظيمات كل، وعلاه دوك نفهموا روحنا وعلاه. دوك التنظيمات كل اللي تهضر معاه يقول لك هكا وهكا 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 وهكا، خلينا ناس قاعده تشوف وتلاحظ. التنظيمات كل اخوتي، وسورتو الناس المأطرة بار اكزومبل، كاين مراد تخنشلا يعني بالقدر معاه مهما كان ويناض المسكين بشي اللي يعرفو. كاين مراد مقورة، كاين يعني اللي نعرفهم انا خاوتي، يعني باش العبد ما لكن نسيت واحد معليش، ناس تاع المنظمة، الناس اللي انشقت من المنظمة لم يشمل المجلس، مهما انسان مهما انسان يعني تهموا القضية. علاه قلت لكم كل علاه؟ باش أدا ما ينحر في هذا، خويا ديروا اجتماع وطني، خرجوا منه ناس عندهم مصداقية، عندهم نزاهة، عندهم مستوى، عندهم كاريزما، خرجوهم وروحوا استفسروا على الملف. نسهل لكم انا علاه قلت لكم اجتماع وطني، هذه النقطه الاولى، تخرجوا منها ناس نزاهه، ماشي محتم يكون واحد بيقول 50 رقبه 40 رقبه 30 رقبه برك تكون تعرف تهدر برك. دوك نقول لكم علاه، هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه
كاين اختلاف، كاين ناس تقول زهير شريفي، مرحبا بك اخويا زهير، انسان مناضل تاع المنظمه، نقدروه ونعزوه، ربي يشفيك زهير اخويا، اني شفتك الله يبارك في جردان رحمه ربي، انا فرحنا لك زهير اخويا، ربي ان شاء الله طهوره ان شاء الله. المهم النقطه الثانيه يا خاوتي، كاين ناس فئه تقول ما كانش تسويه، يعني نهضروا بالمنطق يا خاوتي، يعني انا ماني منسق ماني مسؤول باش ما تقولوش، انا كمستبقي غيور على القضيه، مشني كيما المستبقين دم المنغول نقول لهم انا لايف كيماك ما يعرفش يدير، واهدر على اهدر على امورك، مش باش نعت روحك ولا حاجه، غدو التاريخ يكتبك بلي راك خاين ساكت على حقك، ما عليناش باش ما نخشوش في متاعات اخوتي، ومامطون يجي لايف ظريف خفيف. النقطة الثانية، قلنا لازم الإنسان يدير اجتماع وطني. ثاني حاجة، كاين ناس تقول كاينة تسوية، وكاين ناس تقول ما كانش تسوية. اللي يقول ما كانش تسوية لحد الآن، أنا نسهلها لكم برك، نسهلها لكم، مانيش يعني انسان بسيط بركه، يعني بس حنستنتج انا. نرجعوا للفيديو تاع رئيس الجمهوريه وزير الاول القوات المسلحه، وهو الانسان المسؤول الاول في البلاد، تسمى هذا نمنوه حنا، هذا هو المعني بالتسويه تاعنا، هو اللي حيسوينا. واش قال؟ قال يا خاوتي، شو واش قال اخوتي، مش نهضروا به نهضروا، مشنا نهضروا به نهضروا، حنا نهضروا نفهموا القاعدة ونفهموا روحنا من طن. قال ورجعوه الفيديو اخوتي، اني سمعته 50 خطرة انا، قال هادم الملفات العالقة، هادم قال تاع الجيش، شكون هما متقاعدين المعطوبين المشطوبين، الناس اللي عادوا استدعائهم، اللي راحوا خرجوا من الجيش وزادوا عاودوا استدعائهم، وقال اسلاك الامن، سما يهضر على البوليس. بصح يا خاوتي انا ما نكذبش عليك، انا ما سمعتش ليش تبقى بالك، هو يهدر على الموب الناس اللي عاد استدعائهم يشر علينا احنا، خاطر مهن بابا مسوي وعليه يهدر عليه، بالك يشر علينا احنا معليش، لكن مش يشر علينا، لازم النقطة دي لازم باش غدوة العبد ما يقولش هو ها سبحان، ما قالش كيما نقولوا الناس هذوما تاع اللي عندهم سي موا وعندهم تروا موا، باش الانسان يوضح اخاوتي، مش غدوة تقول له انت الملف هو منع. وكاينة حاجة أخرى هنا، واش تسمى خاوتي، باش بيقول عبد يتكلم ويفهم شوية باللي هنا باللي كاينة تسوية، طرمها من نهار الأول ما يقولش بيك، وزاد دخلوا له الناس تاع المنظمة وناس أخرين، ماشي غير المنظمة دخلوته، قالهم عطاوه أرضية مطالب، قالهم عندكم فوق الخمسين وعندكم تحت الخمسين، ما يهمناش في الامور هذه، احنا ما وصلناش للمطالب، احنا وصلنا نتسواو ومن بعديك سهله، هاي تسمى واش تسمى هنا، تسمى المعلومات عند الرئيس، ولا هنايا دركا تستاهلوا انتم، ما كاينش تسويه وما كاينش من هنا وما كاينش من هنا، وتخربطوا في القايده، ها مزز كلمات اخاوتي، فضل دركا الملف تاعنا وعند الرئيس، تحكي لي حتى واحد انا، انا كي قاعد عند الرئيس تسمى عندي تسويه عند الرئيس، ترمى من نهار الاول يقول لك ما عندكش اخويا، ما نتقبلش انا الامر هذا، كلا خشوا في امور اخرى، هادو هما النقاط يا خوتي، باش العبد لازمنا تتحرك، المنظمه تتحرك، التنظيمات الكل تتحرك، وعلاه قلت انا التنظيمات الكل تتحرك، باش غدوه تروحوا لوزاره الدفاع تما ولا المستشار تاع الرئيس، ومن هنا ومن هنا قبلكم للرئيس، يدخلوا أربعة ولا خمسة من الناس، المهم أخويا من كل تنظيم يخشوا زز من الناس، أخويا عندهم مصداقية عندهم من هنا، قال أخويا وين وصلت بينا القضية أخويا، أنت قلت لنا من هنا ودركا ما بان والو، بزدا مكموش مرحبا بك البزدا أخويا، وين وصلت بينا القضية أخويا، وعلاه أنا قلت أنا تنظيمات الكل، وعلاه قلت تنظيمات الكل هنا. اقتراح اخوتي، انا راني واحد ماني مشني مسؤول، انا شي هو كاقتراح من عند منسق من عند يعني كيما نقولوا حنا مستبقي،
باش كلكم تسمعوا واش كاين واش ما كاين، باش ما توقعش فيها او راحوا من ورانا او راح المجلس اي جات الجمعيه. خاوتي مابقاش وقت، مابقاش وقت. والتسويه عندها دات درك، يبانت لا دات يا 100 جوان. ما قالها تقول لي انا مارس وافريل وجوي ومارس ولا مي ولا اليامات ادمت، تسمى بقات لنا شهرين. تسمى عدنا نعرفوا احنا وقت التسويه اليامات ادمت برك، لا ما كانش اليامات هذه مسحناها درك، ما بقاش درك. هذا نقاط اخوتي. وكاينه نقطه اخرى اخوتي، الا غالب يا اخوتي عبد واحد يدير لايف بساعه وساعه ونص اخويا، وواحد ما بقاش عنده الاعصاب، ومن هنا ما بقاش الانسان عنده باسيونس اخويا بيسمعك انت يا يقعد معاك انت ساعه من زمان ولا واش كان. ثلاثه نقاط برك اخوتي كيما هكا كمناضل تهمني القضيه. ثلاثه نقاط اخويا اللي كنت تسمعوا فيا، ديروا اخويا وفي اسرع وقت اخويا. ندوا تنظيمات كل خرجوا منها الناس اخويا نزهه، وفضت اخوتي جونا الناس نزهه يروحوا يشوفونا اخويا. قال اخويا انت هدرتي يا اخويا على يا استدعاء، شكون هم اخويا يا دمه احنا ودي هي النقطه اخوتي اللي خربتك لي مخي انا، والموب اللي غطى كلش اخوتي. سما يخسبوا فينا احنا وسي موب، ولازم طابله تاع حوار، واحنا الناس اللي منتيني من تار اخويا. انا نعرف روحي نسمي روحي كيما انا، ما تحكي لي حتى حكايه انا قوانين وواحد يقول هذه يفسر من انا اخويا. نقطه ورجع للسطح السطر كيما يقول بزده، نقطه ورجع للسطح. انا منتيني من تار اخويا، معني بالقضيه ولا لا؟ تفضل. انا ما كنتش تما اخويا، انا سمعت انا كمال بوزكزه واش قال ولا فلان واش قال ولا كان. انا نتمنى الخير للناس الكل، ونتمنى باتنا يد. مرحبا بكم اخويا ناس باتنا، يعني خير ما قلت. سلام صديقي. ايه هذا مكان اخوتي والله. قال اخويا غامضه لافير، انتم تهدروا على الفيديو، تهدروا على الفيديو ما سمعتش لي سيبقانا. زدوا عودوها اخوتي في اليوتيوب، عودوها اخويا. قال زد نعاودها، قال متقاعدين الجيش مشطوبين المعطوبين يعطي استدعاء الناس اللي خرجوا من الجيش، زادوا عيطولهم كيماك بلا فاسون دي اخوتي. اسلاك الامن لابوليس واش كان، احنا متكرناش اخويا ما سمعتش انا. بالك يشر علينا كشغل موب ما نعرف، خاطر ما الموب هو مسوي كي دار هو الخطاب تاعو. مدى بيا اخويا هنا واحد يفسر لي. تحياتي خالصه ليك يا شيخ مراد زهير اخويا، لكن هكا ما فهمتش انا يا اخويا. هو والله يشر علينا يقولك ما نجموش احنا نتكهن واحنا هكاكا من ريصانا. مدى بينا اخويا ناس اخويا تتحرك اخويا، ليا ما تدم اخويا، وترمى يطير الحمام اخويا. جاي في وجنا عيد وجاي من هنا دوك تمسح مات، وجاي صيف وجاي من هنا. اي والله اني مستعد انا والله بشي اللي كان، اقسم بالله نجي ابيل العاصمه انا درك. بصح هنا كاين ناس كيما نقولوا حنا عندهم كاريزما عليا، يعرفوا كيما نقولوا حنا الخبايا. انا صح نعرف حوايج يخفيو عليا حوايج يا خو، انا ما نزكيش روحي. بصح هنا كيما نقولوا حنا نلقى كيف نعاون انا باش اللي كان في سبيل القضيه. من بعد اخويا نتلموا نديروا اجتماع وطني على في سبيل القضيه، ومن بعد كي نخرجوا من تما اخويا نخرجوا بنادي. تحب ما تهدرش معايا ما تهدرش معايا اخويا، ما باليش بيك انا، كل واحد يعرف ذاته واش تسوى. يوسفي محمد سلام من تيزي وزو. تيزي مرحبا بالناس تيزي وزو اخويا، كانوا معايا رجال اخويا. زهير الزول، الزول اخويا نعم، احنا كل خاوه لوجه الله اخويا. مزابي قسنطيني تبسي، احنا كل خاوه حاربنا مع بعضنا وفض. اني والله العظيم هادو هما برك النقاط يا خاوتي اللي كنت راح نهدرهم بركا. وتلما والله ما قدرت نخرج من لايف، دار المهم دابيا نشوف عندي ياسر ما درتش لايف، ومن هنا والله ما كنت حنهضر اخويا. عياونا اخويا عيانا النضال هذا، عيانا وعياونا بزاف بزاف العباد.
والله العظيم مني من من جلدتنا. لا غالب اخويا مستوى تاعها ما فهمتش انا والعكاس ومنه تمنا القضيه خاوتي والله العظيم العبد تعب اخويا تمنا القضيه ناس كل ذات حقها وانتم قاعدين او فلان قال وفلان ما قالش وتستناو غير في الغلطات وتستناو غير يغلط عقابه الناس كل مساكن كل واحد ونيته وواحد يناضل لكن المهم حاجه ما تقيسش الناس برك اخواتي ما تقيسوش الناس برك اخواتي خاطر ما غدوه تجي التسويه ومن بعديك تلاقاني ولا نتلاقاك في قهوه ولا وعيب اخويا حتى ربي ما يحبهاش واحد معادي مع ما عرفتنا القضيه اخويا اي والله العظيم ما دابينا بالاحسان اخويا يجب شرح قوانين وتوضيح الامور بالارساليات اي ما بقاتش يا اخي شكون هذا زهير شو اسمه استنى نشوف شكون هو اللي عدى عليا استنى يا خاوتي بركة بهن دابين ايه عدى لا غالب عدت عليا ايه وش بقى اخويا توضيح الامور ما بقاش قوانين والرئيس قال لك اخويا الملف عندي وش بقى اخويا الملف عندي باللي كاينه تسويه انا رديت على الناس هذي قاعد يقول لك ما كانش هو مسكين من صح انا واحد من الناس انا درك كي تقول لي نقول لك كاينه انا عندي دليل انا الدليل هو الرئيس اللي يهدر لكن ما تمنوش انتم الرئيس هذيك حاجه اخرى والانسان يقول ما كانش تسويه لا غالب مسكين كرهه ومن هنا بصح ما تقولش ما كانش تسويه اخ اخويا ما تغلطش الناس سبحان الله 8 سنين وحنا ناضوا تقول لي ما كانش تسويه سبحان الله العظيم كاين ما كاين خبايا واحد ما يعلم بها هادي نعلمو بها كل اي والله ان شاء الله يا يوسف يا يوسف اخويا اي عن بالي يا يوسف اخويا من حقك تهدر انت كيما ما كانش شهر مين طر الحمام اي وجست ما عليه قال نهضر في الهضره دي لازم اجتماع لازم الناس تتحرك اخويا الناس دي قاعده تناضل تناضل كاكا في فيسبوك خويا ديروا اجتماع عيطوا للناس من هنا اخويا خرجوا ناس يروحوا شوفوا قال اخويا كاينه حاجه اخرى برك لا كان حب يقول عنا هنا ولا قاعد يقولوا كاينه عجنة من هنا سامحني دقيقة هذوك الرد لكن كاين اجنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا يا خويا تحب تبين روحك باللي يحب يقول نيتك صافية يبدا بالاستدعاءات باش ندفعوا الملفات اخويا وقتها ندفع الملف انا تاعي انا يعطيك الصحة الدليل في القوانين نحن مع معك ماشي معايا خويا انت مع ما انا فهمتي خويا وش اسمه هذا عمار عمار اما القضية تاعك انا يجب اعتراف بنا مجاهدين ان شاء الله اخويا ان شاء الله اخي ان شاء الله هدرتي برك اقتراح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اخويا نور الدين وجليدة ايه لازم اخويا لازم تحركوا مبقاش وقت اخويا مبقاش وقت خطر ما اخاوتي ما نكذبش عليكم انا عندي هنا باش نزيد نوضحكم واحد الامر عندي هنا بيرو تاع المنظمه الوطنيه المتقاعدين الجيش الناس عنبا يعرفوها هنا في سنترفيل هنا في كرطية هنا قبل سينما اولمبيا حمراء الحق تاع ربي يعني حتى المسؤول تما تاع المنسق الولائي اللي حاكمها يعني انتيك معايا هكا يعني معقب هو كان بارا ومن هنا يعني بالبيان هو كيما دخلوا هكا في البارك ومن هنا تسمى انا مدير لهم واحد الحمايه هكا على الدقاق الصغار يكسروا لهم الطوموبيلات الحق تاع ربي انتيك معايا ابو جمعه هذا يعني ما عندي ما نقول فيها يعني ندخل البيرو نورمال وما عنديش دروا باش ندخل البيرو يعني انا مشني يحكيوا معايا ومن بصح كاينه حاجه يا خوتي نقولها لهم من الصباح قريب تعركت معاهم انا ما يحبوش الخير لينا يا خاوتي والله ما يحبوا الخير لينا والله يربشوا تحت منا احنا مشرينا المنظمه يشرت اخويا شرت من رئيس المنظمه تاعها ما صايبين غضبان هذاك زيدوا نهضروا درك هذوك قبل في اللاقي كلش قال لك كيفاي زابري جاوا البارح ومن هنا ست اشهر حبي يديوا قالوها ديجا هضرها حتى كمالز سبحان الله
ربي يذكره بالخير. يزن ما يحبوناش الخير اخويا، الموب وبخلينه، الموب وبخلينه. يا عندي ولاد كرطية انا مساكن عاد يديو لاباي، يقولوا لي يا شيخ اخويا ثلاث ايام اربع ايام عاد ما تقعدلناش لاباي، متبغويت نتاعهم عاد فهربا. بصحته الموب ده اخويا، الناس كل بصحتها اخويا. تك رحتي تخدم على روحك اخويا، رحتي تخدم على روحك وبكري ما لكش. رجعوا لورا شويه برك اخوتي، بالك نسيتوا انتم، نعدنا ننساو. يمكن يسميونا صحيبي احنا، يتبريسها واحد ولا حاجه من العسكر يقول لك وش ولدنا ولا ابلي. يا سبحان الله العظيم، كلها يخشوا في متاعات. يحبوناش الخير اخويا، تقاعدين دم يحبوناش الخير احنا، باخلينا بادي مكان باخلينا. ترى ما كاين قوانين اخويا، الدولة دارتهم اخويا، خلي الدولة تصرف اخويا، تخش في امور الدولة انتم. اي والله عندكم امتيازات وعندكم امور وعندكم. يا سبحان الله العظيم، شكون هذا؟ المهم اخويا يحب واحد يطلع معايا اخويا، يزيد اضافه اخويا، كش معاك هكا ما كانش مشكل. بفضل الرجال وكمال بوزكزا اظهر جنود الاستبقاء قوانين. ايه ما ننكروش اخويا، ما فهمتي اخويا عمارة، ما ننكرش انا، ما ننكرش الجميل تاع الرجال اخويا. نعم بفضل المنظمة، بفضل الناس اللي قبل المنظمة، بفضل الناس كل جميع اللي يخدم يعني ودرب، بارك الله فيه وبارك بركة هذا مكان. نعم بفضل الرجال. نعم عادوا يعرفوا القوانين وعادوا من هنا وصلت من هنا بيان سير. هلا وش هو برمك وما تحركهاش ما طيبش. كاينه منها يا يوسف اخويا، ولازم تحرك. انا قاعد نهضر كيما في اقرب وقت، في اقرب وقت اخويا يوسف، في اقرب وقت والله العظيم، هيا في اقرب وقت. مابقاش وقت اخويا، بقتنا شهر ولا وش كان يا اخويا. اجتماع وطني يا خاوتي، والله كيما نقول لكم اجتماع وطني، اجتماع وطني لسسمهم هادما كلها، هادما التنظيمات كلها. ارواح اخويا، ارواحنا ارواحنا روحنا. حكمي فيسبوك انا وفلان قال وفلان ما قالش، روح لهنا اخويا، روح لهنا وقعد بحدايا هنا، قعد بحدايا هنا، روح نشوف واش كاين ما كانش على القضية تاعنا. من بعد اخويا كل واحد يحكم طريقه. يا سبحان الله، هذاك واش دار وانتم واش درتوا، وهذاك واش درتوا، ولينا ننقدوا في بعضنا. يا سبحان الله العظيم، اللي دار ودار لله ودار في سبيل حقه. هذا مكان اخويا اي صح اخويا سمير، صح العبد كبر، صح اخويا ايو كبر، صح العبد يا كاينه منها اخويا سمير، كبر صح. كاين يمشي ومزوز اخويا سمير، كاين من هنا، كاين امور والله العظيم اكثر منها. كاين يمشي ومزوز، كاين يمشي خدام، كاين المريض. انا نعلم بالامور هذه، ما حبيتش انا ما حبيتش نطرق الامور هذه انا، فهمت؟ خاطر ما والله كنا نحكي لك اخويا سمير، يا والله راسك نحبس هولك. انا بليسي اخويا، انا بليسي، ما عنديش كونترون دي شاف ديني تي تي امس. خلي ربي برك، كلنا نخشوا في امور نبليسية. انا انت ما في التيران، كلا العبد يزكي روحه ولا حاجه انا نهضروا برك على الامور اللي تخص القضيه برك. انا قلت اجتماع وطني التنظيمات الكل باش علاه، ما يقولكش وراح كمال بوزكزا وراح مويسي وراح من هنا المنظمه ومجلس خلاوه وما لا، روحوا كل ما بعضكم بتسمعوا واش كاينش ما كانش. هذا مكان انا خطر ماه الفيديو هذاك يا خاوتي وخربط لي مخي. انا خطر ماه ما ذكرش الاستبقاء ولا مدعوين الخدمه ولا مهما امر ما
باش نكونوا واضحين اخاوتي. اي والله. المهم اخاوتي سلامي كل جميع المناضلين يا خويا اللي يخدموا بالنيه اللي ما عنده لا قراك لا من هنا لا من هنا لا زعامات لا والو. الناس يعني مساكن اللي شفتهم في الوقفات وشفتهم في الاعتقالات، ناس متربيه اخويا، ناس منها ساكن جايين كامل بوزقزه. وصل الكلمه يسبق الله ايه صح صح كاينه منها خويا. احنا يا اخي يا العزيز يا اخي يا اخي في النضال وما ننكروش اخويا جري الرجال وتعب الرجال اخويا شفتو نورمال. انا ما ننكروش اخويا، ما نكذبش عليك اخويا، انا جميع انسان يضحى في سبيل القضيه راني نشكره وعنده جزاته وعند الله. يا عمارة خلينا من البلديات وخلينا من هنا دركا الناس هذوما اللي دوك نقول لك عمار الاقتراح قلت لي جيد ومن هنا صح عمارة. انا كاقتراح برك انا تسمني مشني مسؤول عمارة خويا باش نعفس خاطر ما نقدر الناس المسؤولين اللي في التنظيم ومن هنا. الفايدة في من دركا دوما الناس اللي مأطرين في التنظيم في النضال مأطرين يعرفوا صحاب الناس اللي تناضل واللي تعرف تجيب الحقوق يتلموا برك اخاوتي، مش حتى نكون انا ولا يكون فلان ولا يكون فلان فهمت. حنا برك انا السند نتاعهم برك يسحقونا انا هنا برك هذا مكان فهمت خويا عمار. المهم يكونوا كيما نقولوا هنا حتى 50 رقبه ولا واش كان، مش حتى تكون يقول لي مش هوقفه انا مش هندير وقف مقابله خويا المستشار. وكاينه نقطه اخرى خويا يمكن الناس تخفى عليها او لازم تبقى تعاود وتهدر فيما يخص كمال بوزقزه واش قال الله يذكره بالخير. قال كي دخل للرئيس قبل الفوت دخل للرئيس قال له بربي ان شاء الله كاش ما نخرجت لخرجت رئيس جمهوريه بربي ان شاء الله 20 يوم راني نعيط لك. صرات امور اخاكي كاين الناس المستبقين تخفى عليها واش صرا ما تلقيت صالح. كي ما تلقيت صالح كامل بوزقزه والنايب تاعو عنتر قعدوا 40 يوم قعدوا 40 يوم ما راحوا جات فرشه كشغل يقول لك كيف قايد الاركان ميت وحنا نروحوا نستفسروا على قضيتنا هاي تسمى ما تجيش مهما كان تسمى قايد الاركان ونعرفوه حنا تسمى قايد صالح شكون ما يعرفوش. كي رجعوا لوزاره الدفاع لقاو المستشار تبدل تسمى الحكايه تمسحت خلوهمش يقابلوا مدي مين ديزناف هذي دركا ما كانش مقابله ويكذب عليك اللي يقولك دخلت للرئيس ومن هنا ودخلت ما كانش من تما دركا ما كان حتى مقابله باش الانسان يوضح. جميع معنيين والمنظمه هي ناطق باسم الجميع. الحمد لله يا عمار اخويا ما تفرضش رايك انت مش دركا الجميع معني والمنظمه هي الناطق باسم الجميع. لا لا ما تفرضش الراي تاعك. المنظمه من حقها صح ضحات ودارت ومن هنا راني واحد من المنظمه راني منخرط انا في المنظمه بصح لا لا مش كيمك عمار هذا ماهوش اقتراح عمار انت هدرتي كيمك. يا خويا كل مناضل حر ضحى في سبيل القضيه ندخل. وانا اقتراح واش قلت انا قلت كل تنظيم يدخل كيما نقولوا حنا زز من الناس باه يسمعوا برك هذا مكان مش محتم يكون يكون حب يقول المنظمه والنطق باسم الجميع. لا لا كل واحد المهم يتفقوا على راي برك يتفقوا على راي حنا راحين نستفسروا برك او كلش مفروز درك قضيه كامله في يد الرئيس درك راحين نستفسروا باللي حب يقول حنا. خويا لكن عندك نيه صافيه باش تسوي هادم الناس يا خويا بعتنا الاستدعاءات خلينا نطمنوا اخويا برك هذا هو مكان اخويا عمار فهمتي يا خويا مش حتى ما تنطق المنظمه بيان سير كل زوز يجيو تاع المجلس تاع من هنا تاع من هنا تاع علاه لا باش نحيو الخلافات هو ده هو الاقتراح اللي عندي انا باش تسمع باش ما بقاش حتى واحد يقول لك انا دخلنا مسحتوا جماعه وجابونا حنا فهمت خويا هذا مكان اخويا.
لا نقترح وسين اقترح وسين اقترح انا بالنسبه لي كوجات لي انا نقترح حتى كامل بوزيكزا لازم يكون فيها هذه القضيه لازم يكون كامل بوزيكزا خاطر ما هو لي انا سري وش يقول يعطيك الصحة شفت كيف اخويا عمار هذا مكان يتلايمو من هنا وحنا معاهم احنا معاهم اخويا بالسند معاهم هذا مكان اخويا عمار فهمت خويا مش محتم يكون لازم كامل بوزيكزا يهدر ولا مويسي ولا يهدر واحد كيعود عنده منهم دركا دركا باغ اكزومبل تهدر المجلس ولا يهدر يهدر كيما نقولوا حنا باغ اكزومبل هادما تاع اللي خرجوا نشقوا من المنظمه وش اسمه لم الشم الاتحاد العسكري كيما يسميوا رواحهم يتكلم واحد هدره صواب احنا تفيدنا وش تفيدنا اخويا انا وقلتها قدام خطر نهدرها اخويا عمار جميع حتى عدويا انا عدويا اللي قاعد يكسر في المنظمه ويعمل ويعمل ويطعن في الناس ومن هنا يتكلم كلمه صواب نقول له عندك حق ونوقف معاه في سبيل وش انا مش هي في سبيله هو انا في سبيل قضيه انا من اجل اهداف واحده للتسويه اعطيك الصحه هذا هو عمار المفيد تاعي نعم عندك حق من اجل هدف واحد هي تسويه اعطيك الصحه بارك الله فيك فهمتيني يا اخويا المهم اخويا ما نطولوش على خاوتنا بركه انا مدابية والله نزيد معاكم يعني هكا مدابية كان نهضر مع خاوتي وباش ما نكثروش على الناس بركه عمار كان الناس عاد عندها العصابه اخويا عاد ما تقدرش تحكم لايف تاع ساعه من زمان اخويا ويبدا انسان يخطب ينسى روحه لا مدابينا نقاط بركه كيما هكا خاوتي وبارك الله فيكم يا خاوتي بارك الله في جميع اللي انسان اللي قاعد يناضل مسكين ما عنده لا بول لا زوزاب في قاعد يناضل في فيما يخص القضيه هذا مكان بارك الله فيكم كل يا خوتي ويعطيكم الصحه ربي يعيشكم وسامحوني يا خويا لكن طولت عليكم.